الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين واجبة ومطلوبة، لكن أسلوب النصيحة يختلف من كل إنسان إلى آخر. نعم الحق مر والحق ثقيل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لصاحب الحق مقالا، لكن يجب على الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى حتى يكون لكلامه موقع. عندما أنصح شابا من هؤلاء الشباب الذين هم كالأبناء، هل أنصح بنفس الأسلوب فاضلا كالشيخ الفاضل وهو منزلة الآباء؟ هل يستويان؟ لا يستويان، كل له أسلوبه. عندما أنصح رجلا من أهل العلم، هل كما أنصح إنسانا من عامة الناس الجهلاء؟ لا يستويان. عندما أنصح رجلا من الخاصة، هل كما أنصح حاكما من الحكام؟ لا يستويان. إذن أسلوب النصيحة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان، يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان. كل له أسلوبه وكل له طريقته. مثلا إذا أتانا جاهل يريد أن ينصح أهل العلم، هل يصلح؟ يا أخي أنت جاهل، والجاهل لا ينصح العالم، الجاهل يسأل العالم ويستفسر من العالم، أما هو يظن هذا صوابا بجهله ويريد أن يعترض، لا تعترض، اسأل. ولسنا نعطي لعلمائنا أو أمرائنا قدسية وتقديسا وعصمة، لا، لكن نعطيهم تقديرا لا تقديسا، نعطيهم التقدير ولا نعطيهم التقديس، فهم بشر كالبشر يخطئون ويصيبون، لكن لكل أسلوبه وطريقته. فالآن نصيحة الحاكم: هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها من غير بيان؟ حاشا لله. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. انتبهوا، الكلام فيه دقة، والآن أبين ما هي الدقة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث الآخر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، هذا سيد الشهداء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده نصيحة إلى ذي سلطان فليذهب إليه وليسرها له ولا يبدها. انظروا الأدب. الآن الرسول يقول عنده، إيش يعني عنده؟ يواجهه عنده تسيسي بهدفاً أمانة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلى إلى، هذا إيش معناه في الإندونيسي؟ داتانكي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فليسرها ولا يبدها. إذن النصيحة للحاكم تختلف عن النصيحة للناس، لأن للحاكم رجاله وشخصيته
ومكانته. تخيل لو أنه تكلم في الحاكم أي أحد من صغير أو كبير تذهب هيبة الحاكم ويصبح ألعوبة وضحوكة في أذهان الناس، لكن لا يتكلم في الحاكم إلا من تكلم أمامه وبين يديه. أما أن نعقد خطب الجمعة في نقد الحكام، الحكام كذا والحاكم كذا، ونثور قلوب الناس على الحكام ونجعلهم مبغوضين لهم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفتيت لكلمة الأمة، تفتيت لكلمة الأمة. ومع ذلك اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم، وتدعون عليهم ويدعون عليكم. هذا سببه ماذا؟ سببه الانفصام والتفرق بين الحاكم والشعب والأمة. لكن إذا كان في الأمة علماء حلماء حكماء يوصلون الحق ويبينون الحق لهذا الحاكم، فهذا له أثره الإيجابي، ولو على الأقل بأن تعتذر إلى الله، أن تعتذر إلى الله. الآن أنا عندما أنصحك، هل يجب علي أن أنتظر استجابتك لنصيحتي؟ لا يجب علي، أنا أنصح والموفق الله، أنا أخليت مسؤوليتي واعتذرت أمام ربي. أما لا بد أن تستجيب يا أخي، قد لا أقتنع بنصيحتك، ممكن ولا غير ممكن؟ قد لا أقتنع بنصيحتك، أنت تظن شيئا وأنا أراه شيئا غير الذي تظن. كم من الناس يقيمون ويعيشون على آراء وأفكار وتصورات خاطئة وباطلة ومنكرة، ما أنزل الله بها من سلطان، ولم ترد عن سيدنا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولئن نصحتهم وذكرتهم يقولون أنت مسكين، أنت لا تفهم، أنت مسكين لا تفهم، مع أن الشاهد قوي والحجة قوية والبرهان ساطع، لكن هم لا يستطيعون ترك ما ألفوه وما عاشوه وما اعتادوا عليه وما توارثوه من الآباء والأجداد. لذلك من الصعب أن يتركوا ما هم عليه. هذا وهو إنسان مثلي مثله، ورجل عادي مثلي مثله، فكيف إذا كان من الحكام وعنده السلطة وعنده القوة وعنده المال وعنده السلاح وعنده العدد وعنده العدد؟ من باب أولى أن يكون له طريقة خاصة في الدعوة وفي الدعاء وفي الإرشاد وفي الدلالة. نحن مع قول الحق للحاكم، ونحن مع نصيحة الحاكم، فإنها جزء من الدين الذي قال فيه رسول الله: الدين النصيحة. لكن لسنا مع تثوير القلوب على الحكام، ولسنا مع إفساد العقول على الحكام، لأن هذا يؤدي إلى الصدام، لن يستفيد منه إلا أعداء الإسلام، لن يستفيد منه إلا المتربصون بهذا الدين وبأهله المسلمين المؤمنين الصالحين. فهاتان قضيتان لا يجوز أن تختلطتا. أما بعضهم يقوم على خطبة الجمعة في قرية صغيرة لعلها لا تعرف في تاريخ أو جغرافيا، الحاكم والحاكم والحاكم، يا أخي من سمعك؟ ماذا أثرت في الناس؟ وماذا علم الناس دينهم، بدلا من تهيج قلوبهم على الحكام، علم الناس دينهم، علم الناس عقيدتهم، علم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، علم الناس الدعوة إلى الله على بصيرة، علم الناس حب الله ورسوله، علم الناس الاتباع الصادق لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن تجعل خطبتك موجز لأهم الأنباء كأنك في إذاعة أو تلفزيون أو كأنك تقرأ جريدة. سئم الناس ذلك يا أخي، سئم الناس ذلك. الناس تريد ما يقربها إلى الله، تريد ما يعرفها بدين الله، تريد ما يجعلها أقرب
إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الشركيات والبدع والمحدثات والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وجزاك الله خيرا على هذا التوجيه الطيب.